صباح الخير لكل المشاهدين الذين اختاروا أن يفتتحوا وأن يستهلوا يومهم بمشاهدة برنامج الحياة هذا الصباح. بداية يوم طيب وكذلك أسبوع موفق لكل من استهل هو اليوم الأحد 2 جوان 2024، والذي فيه أخبار جديدة وكذلك جرائد صدرت في هذا اليوم سنتعرف عليها في أول فقرة لنهار اليوم، وهي معرض الصحافة بعد هذا الجينجل. صباح الخير فاطمة. أهلا بك يا زهرة، صباحك سعيد، سعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى معرض الصحافة لنهاري اليوم. نأخذكم في جولة لنطالع سوية أبرز ما جاءت به الصحف الوطنية وكذلك الدولية، والبداية ستكون من جريدة المساء الجزائرية التي خصصت مشاهدينا مساحة كبيرة من صفحتها الأولى لتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى زيارته الأخيرة لولاية خنشلة، وتمثلت هذه العناوين في عنوان باللون الأحمر وبالبنط العريض: خنشلة شاهد على وفاء الرجال بالوعود. عنوان آخر: أولوية الرئيس تبون إرساء اقتصاد حقيقي متنوع. وعنوان آخر: أسلوب عمل جديد أساسه متابعة الملفات للحفاظ على المال العام، تحكم في تجسيد البرنامج التكميلي والقادم أفضل. وفي تفاصيل المقال تقرؤون مشاهدينا: شكلت زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ولاية خنشلة الخميس الفارط محطة للتأكيد على التعهدات التي قطعها السيد الرئيس أمام الشعب عموما وسكان الولاية خصوصا من أجل التكفل بانشغالات التنموية باعتبارها أولوية الأولويات لتثبيت القطيعة مع الممارسات السابقة التي أثرت سلبا على ثقة المواطن الجزائري بمؤسسات دولته، لتكون ولاية خنشلة نموذجا لتجسيد الوعود المعلنة من قبل الرئيس تبون بعيدا عن الشعبوية. نأخذكم الآن إلى جريدة الحوار الجزائرية التي بقت في نفس موضوع جريدة المساء وعنونت: خلال الزيارة التاريخية التي قادته إلى ولاية خنشلة، الرئيس تبون يكشف في 5 جويلية القادم فتح تسجيلات عدل 3. أما في التفاصيل فتقرؤون مشاهدينا: قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل قادته إلى ولاية خنشلة وفي رده على انشغالات المجتمع المدني وأعيان ولاية خنشلة أنه سيتم الشروع في التسجيل في برنامج عدل 3 بداية من 5 جويلية القادم. وبخصوص برامج السكن بالولاية، فقد تقرر إضافة 2000 مسكن ريفي، وهي حصة تضاف إلى 4000 مسكن ريفي المبرمج، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق الجبلية سنمنح إعانة بقيمة 100 مليون سنتيم. إلى جريدة أخبار الوطن الآن التي عنونت مقالا في صفحتها الثانية مشاهدينا: من المزمع عقدها يومي 4 و5 جوان، عطاف يشارك في سيول في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة أفريقيا كوريا. وفي التفاصيل تقرؤون مشاهدينا: حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بعاصمة كوريا الجنوبية سيول للمشاركة بداية من اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة أفريقيا كوريا المزمع عقدها يومي 4 و5 جوان، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفق ما أفاد به بيان للوزارة وحسب المقال، سيعرف الاجتماع الوزاري مشاركة وزراء الخارجية الأفارقة رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا تمهيدا لانعقاد أول قمة بين الجانبين، وهي القمة التي ينتظر أن تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين الدول الإفريقية وجمهورية كوريا منذ سنة 2006. وأضاف ذات البيان أن مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق مشاهدينا تعكس رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا، وكذا تمسكها بالعمل الجماعي ضمن الأسرة الإفريقية، وهذا من أجل ترشيد الشراكات وتوجيهها نحو الإسهام في تحقيق الأهداف القارية المتمثلة في السلم والأمن والتنمية. إلى الجرائد الإلكترونية الآن، وجريدة السبق برس عنونت:
واحدا من آخر أخبارها، شرفة يبرز دور الإحصاء الفلاحي في الحصول على مكونات القطاع الوطني. وفي التفاصيل نقرأ مشاهدينا: أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أهمية الإحصاء العام للفلاحة موسم 2024 الذي انطلق يوم 19 مايو المنصرم في الحصول على بيانات دقيقة حول مكونات القطاع الوطني. وقال شرفة في كلمته بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعة الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي نظمته ولاية عامة أن الإحصاء سيمكننا من توضيح الرؤية فيما يخص حماية وتثمين السلالات الوطنية، داعيا الفلاحين والمربين إلى الانخراط بقوة في عملية الإحصاء. هذا وكشف الوزير حسب المقال أن الوزارة حولت حوالي 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وذلك بهدف توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولاية الجنوب. وأوضح شرفة مشاهدين أن وزارة الفلاحة تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولاية الجنوب، حيث تم تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين. ننتقل الآن مشاهدينا مباشرة إلى محطتنا الدولية التي نستهلها بجريدة القدس العربي التي نشرت عددها الأسبوعي اليوم مشاهدينا كما تتابعون، والتي خصصت صفحتها الأولى لغزة وعنونت غزة ورطة واشنطن وتعنت الاحتلال، ورافقت العنوان بصورة كبيرة كما تتابعون مشاهدينا للغزاويين في هذا الحي المدمر بالكامل. وفي تفاصيل هذا المقال نقرأ مشاهدينا: للمرة الأولى منذ ابتداء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، يتولى الرئيس الأمريكي جو بايدن زمام المبادرة العلنية فيكشف بنفسه تفاصيل خطة أمريكية لاستئناف التفاوض بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، تستهدف لتحقيق مستويات مختلفة من وقف إطلاق النار وتسهيل عودة سكان القطاع إلى ما تبقى من مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج المناطق المأهولة وتبادل الأسرى على مراحل. وإذا كانت الخطة حافلة، ورغم أن هذه الخطة طبعا حافلة بالغموض في مفاصل أساسية والإبهام في صياغتها وتعديل ما وافقت عليه المقاومة، فإن الترحيب الدولي بها يشير إلى ضيق العالم إزاء التعنت الإسرائيلي، كما يؤكد أيضا ورطة واشنطن مع حكومة بنيامين نتنياهو وسعيها هذه المرة إلى تشجيع مواقف المعارضة الإسرائيلية واحتجاجات الشارع داخل دولة الاحتلال. يمكنكم قراءة تفاصيل أكثر في الصفحة الأولى من جريدة القدس العربي. أخذكم الآن مشاهدين إلى جريدة الشرق الأوسط التي خصصت موضوعا للحديث عن الانتخابات في جنوب أفريقيا، وكتبت: حزب مانديلا لتحالفات بعد فقدان الأغلبية. وفي التفاصيل تقرؤون مشاهدين: يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يحكم جنوب أفريقيا منذ 30 عاما خسارة غالبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ تأسيسه، ما قد يدفعه للبحث عن تحالفات لتشكيل الحكومة. وقالت اللجنة الانتخابية أن فرز 97 من 100 من مراكز الاقتراع حصل الحزب الذي أسسه نيلسون مانديلا على 40% من الأصوات، يليه التحالف الديمقراطي الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة ب 21%، ثم حزب الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حصل على 14% من المتوقع. صدور النتائج الكاملة مشاهدين اليوم لتوضيح هويات 400 نائب في البرلمان الجديد. ومنذ أول انتخابات متعددة الأعراق في عام 1994 يحصل المؤتمر الإفريقي على غالبية كبيرة، لكن خيبة أمل 62 مليون مواطن تغلبت هذه المرة على الولاء للحركة التي حررت البلاد من نير الفصل العنصري. نأخذكم الآن إلى صورة اليوم. وفي اليوم العالمي للطفولة الذي صادف يوم أمس مشاهدينا، اخترنا لكم صورة من جريدة الحوار. هذه الصورة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تبين لنا الأطفال الشهداء ضحايا المجازر الصهيونية سعداء ويحلقون كطيور الجنة. لنتابع.
أما كاريكاتير اليوم أخذناه لكم من جريدة الشرق الأوسط الذي يوضح الأزمة التي يعيشها دونالد ترامب بعد إدانة تاريخية له قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية. لنتابع. ختم جولتنا بين الصحف، إليك زهرة. شكرا لك يا فاطمة. مشاهدينا، إذا مشاهدينا نذهب مباشرة لمتابعة أهم الأخبار وآخرها في أول موجز إخباري لنهار اليوم بعد هذا الجنكر. الموجز الإخباري مشاهدينا، أهلا بكم. بداية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف السبت بعاصمة كوريا الجنوبية سيول للمشاركة ابتداء من الأحد اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا كوريا المزمع عقده يومي 4 و5 جوان. وسيعرف الاجتماع الوزاري مشاركة وزراء الخارجية الأفارقة رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا، تمهيدا لانعقاد أول قمة بين الجانبين، وهي القمة التي ينتظر أن تعمل على تعزيز الشراكة القائمة بين الدول الإفريقية وجمهورية كوريا منذ سنة 2006. وحسب بيان الخارجية، فإن مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق تعكس رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا، وكذا تمسكها بالعمل الجماعي ضمن الأسرة الإفريقية من أجل ترشيد الشراكات وتوجيهها نحو الإسهام في تحقيق الأهداف القارية المتمثلة في السلم والأمن والتنمية. في شأن آخر مشاهدينا، جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو دعم قطاعها لكل المبادرات التي ترمي إلى تعزيز وعي الأطفال. وخلال إشرافها على إحياء اليوم العالمي للطفل بمشاركة مختلف القطاعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أوضحت كريكو أن مرافقة الأطفال وتعزيز وعيهم هدفه تكييف هذه الفئة مع التطور الحاصل في مجال الرقمنة. التغطية كانت لنهاد بوضيف. إننا نجدد دعمنا لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أطفالنا وتنمية قدراتهم للوصول إلى الإبداع الرقمي الهادف، إلى التكيف مع المستجدات الآنية للثورة الرقمية، خدمة للصالح العام وحفاظا على المصلحة الفضلى لأبنائنا. من جهته، دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد منظمة اليونيسف إلى النظر في قضية قتل الأطفال في غزة من قبل الكيان الصهيوني. الآلاف من أطفال توفوا وقتلوا ونكل بهم في غزة، وسيموت كذلك أطفال آخرون. هذا اليوم يوم الطفولة في هذه الدولة المحتلة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي في هذا اليوم أين كل دول العالم تحتفل بيوم الطفولة، هناك في فلسطين أطفال يقتلون وسيقتل المزيد من الأطفال في هذا اليوم. أدعو اليونيسف أن تنظر في هذا الرقم وأن تسجله كوصمة عار في جبين هذا الكيان الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكل ما دب وهب في هذه الأرض الطيبة. كما شدد وزير التربية على أهمية تحسيس وتوعية الأطفال بمخاطر الأنترنت، مؤكدا أن قطاعه اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حملات التشويش على الامتحانات النهائية. الدولة قامت بكل واجبها وبكل مجهود لحماية أبنائنا وبناتنا المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان سنة 2024، حمايتهم من تشويش على تركيزهم، حمايتهم من تشتيت أفكارهم، حمايتهم وإبعادهم قدر المستطاع على التداول على هذه الشبكة بحثا على مواضيع لن يجدوها. وبالتالي كانت هناك إجراءات وكانت هناك قوانين سنة ابتداء من سنة 2020. من جهتها، أكدت المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أن حماية الطفل من بين المسؤوليات التي تقع على عاتق قطاعها.
التواجد الواسع في الشبكة العنكبوتية يمس في أيامنا كل أفراد المجتمع بما في ذلك الأطفال، وهذا ما يستدعي منا الانتباه إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستعمال السلبي للإنترنت من طرف أطفالنا، والبحث عن سبل الوقاية من كل التهديدات السيبرانية المباشرة أو الغير مباشرة والتي قد تستهدف الأطفال باعتبارهم فئة هشة. كما أعلنت شرفي عن قرب إطلاق خلية وطنية لليقظة لحماية الطفل من كل أشكال الاستغلال عبر الوسائط الإلكترونية. سيتم عن قريب إطلاق الخلية الوطنية لليقظة لحماية الطفل من الاستغلال عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بهدف حماية الطفل من كل أشكال الاستغلال عبر الوسائط الإلكترونية والاستعمال الآمن لها. نبقى في ذات السياق، أين ثمنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي الأشواط التي حققتها الجزائر في مجال حماية الطفل؟ وشرفي خلال إشرافها على احتفالية خاصة بعيد الطفولة التي نظمت بحديقة الحمى بالعاصمة بالتنسيق مع ولاية الجزائر، أشادت بجهود الجزائر في سن ترسانة قانونية لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية. التغطية كانت لنهاد بوضياف. نحتفل اليوم باليوم العالمي للطفولة في ظل دائما نعاود نذكر مكتسبات كبيرة حققتها بلادنا في مجال الطفولة من حيث الترسانة القانونية ومن حيث أيضا الآليات الموضوعة. اليوم حبينا اخترنا أننا نكون هنا مع الأطفال على مستوى حديقة الحامة، ونظمناها بتنسيق مع ولاية الجزائر بحضور شتو سادة الوزراء باش نكونوا مع الأطفال في حملات تحسيسية كانت عبارة عن ورشات تحسيسية خاصة بكل شيء يتعلق بالطفولة، مثلا السلامة المرورية، مخاطر الانترنت، التلقيح، التغذية السليمة. أهم شيء أنه نقول أنه هذه الوقفات مع الأطفال في أعيادهم هي فرصة أولا نكون مع أطفالنا ونكون قراب لهم ونستمع لآرائهم، وهي فرصة لنا أيضا نحن الكبار أننا نقيم أنفسنا ونشوف واش نقدروا نمضوا إلى الأمام في تحسين كل شيء متعلق بالطفولة. أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على ضرورة إشراك الشباب في عملية بناء الجزائر الجديدة، وأوضح بوغالي في كلمة قرأها نيابة عنه نائبه بمناسبة يوم برلماني حول التشريعات وأثرها في ترقية دور الشباب سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، أن الرئيس عبد المجيد تبون فتح كل أبواب المشاركة للشباب من أجل الانخراط الفعلي في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن المنتظر من شباب البلاد أن لا يدخر جهد في حركية نشطة نحو تحقيق التنمية المستدامة. أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي أن الحزب منخرطا بكل هياكله وإطاراته ومناضليه في مسعى لإنجاح الرئاسية المقبلة التي ستشهدها الجزائر يوم 7 سبتمبر المقبل. هذا وقد عقد المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر تاج السبت اجتماعا ترأسته رئيسة الحزب، أما من خلاله مناقشة طبيعة مشاركة الحزب في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتشاور مع أعضاء المكتب السياسي للحزب وهيئته الاستشارية. التغطية كانت لعماد الدين والعداد. إن حزب تجمع أمل الجزائر تاج منخرط بكل هياكله وإطاراته ومناضليه في مسعى إنجاح موعد 7 سبتمبر المقبل، ومسهما وداعما لحق الشعب الجزائري في ممارسة ديمقراطية حقيقية تساهم بشكل فعال وواضح في حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها من أجل استكمال مسيرة التشييد والعطاء. في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية الهادف إلى التصدي لبارونات المخدرات، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الصفراء بولاية عامة خلال الأسبوع الماضي من شل نشاط شبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص تختص في الاتجار غير المشروع بالمخدرات القادمة من المغرب. العملية المشتركة مكنت من ضبط وحجز 53 كيلو
كيلوغرام من الكف المعالج، 6 مركبات كانت تستعمل في نقل هذه السموم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بأزيد من 219 ألف دينار جزائري من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة. كان هذا أول موجز إخباري مشاهدينا لنهار اليوم، لنا عودة بعد هذا الفصل لشارك. أسعد الله صباح كل من التحق بنا اللحظة، مشاهدينا الأجندة وأهم المواعيد لنهار اليوم بعد هذا الجنجل. في المستهل وبتكليف من رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة الكورية كوريا الجنوبية سيول في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا كوريا المزمع عقده في 4 و5 جوان الجارية. كذلك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تشرف اليوم على حفل تكريم الفائزين في مسابقة سكراتش فور جرين امباكت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة المصادف للخامس من جوان من كل سنة، وذلك بفندق أزاد بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة 9:30. كذلك من المواعيد المقررة اليوم وهو إطلاق إطلاق الطبعة 4 للصالون الدولي للاستيراد والتصدير نحو إفريقيا المنظم خلال هذا الشهر بمشاركة حوالي 100 عارض وطني وأجنبي تحت شعار إفريقيا ملتقى طرق العالم، وذلك على مستوى قصر المعارض بالجزائر العاصمة. دائما على مستوى قصر المعارض مشاهدينا، سيفتتح كذلك اليوم الصالون الدولي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية البلاستيك والمطاط شيميو كو بلاست ألجيريا إكسبو 2024 والمنظم إلى غاية 4 جوان، وذلك وكما ذكرنا بقصر المعارض بالجزائر العاصمة. كذلك دائما في قصر المعارض تختتم فعاليات الطبعة 23 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بصنوبر البحري بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة 6:00 مساء. كما تنطلق اليوم أو يطلق اليوم الرسمي لمشروع رقمنة الطلب في البورصة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كوزاب ابتداء من الساعة 2:00 زوالا بمقر البنك الوطني للإسكان بحي الأعمار بابزوار بالجزائر العاصمة. ومن العاصمة إلى جانات أين تحل هناك رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في زيارة ميدانية ستشرف من خلالها على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية بالولاية. وبمستغانة مشاهدينا ستفتتح الطبعة 55 أو تنطلق الطبعة 55 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة، وذلك بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي دائما بنفس الولاية ولاية مستغانم. إلى المواعيد الدولية الآن مشاهدينا، لدينا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للمكسيك التي تعرف توجه حوالي 100 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع. أما في المواعيد الرياضية لدينا في درجات طواف الكاميرون الدولي قامت المرحلة الثالثة على مسلك مغلق على مسافة 92 كيلومتر بمدينة جروة الكاميرونية بمشاركة 6 دراجين جزائريين سيحاولون تأكيد النتائج الإيجابية المحققة خلال المرحلتين الأوليين. وكذلك أو ألعاب القوى الدورية الماسية 2024 يشارك كذلك العدائان الجزائريان سليماني مولا وجمال سجاتي في سباق 800 متر في المرحلة 7 للدورية الماسية لألعاب القوى بالملعب الأولمبي بالسويد. مشاهدين حظ موفق لممثلي الجزائر في الخارج، كانت هذه أهم المواعيد لنهار اليوم. أهم الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل. في
المستهل مشاهدينا في الموجز الاقتصادي. انطلقت يوم السبت بنعامة أشغال الملتقى الوطني حول فاق الاستثمار الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، حيث يهدف هذا الملتقى إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية نعامة، بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للاستثمار الفلاحي في الزراعات الاستراتيجية واللحوم الحمراء عن طريق تثمين سلالة الدغمة. بذات المناسبة، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد أن تنظيم هذا الملتقى خارج العاصمة يؤكد القطيع مع النماذج السالفة ويرسي أسس السياسة التنموية الجديدة التي تعتمد على مبدأ الإنصاف بين كل مناطق الوطن. احتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة ومجموعة من الإطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فقط، يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها. وفي ذلك أن نلمسوا أحد تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائمة على تعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف والاستدامة. وأوضح مراد أن النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد يقوم على تشجيع الاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي. من أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنيه تشجيع الاستثمار لا سيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من منتجات فلاحية ذات استهلاك الواسع، وكذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليا مع تشجيع الفروع الخلاقة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية. كما أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن قطاعه يعكف على توفير الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بالجنوب. تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية المدمجة بولاية الجنوب، من خلال تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أكثر من 450 ألف هكتار إلى الديوان التنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لوطات، موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمستثمرين المتعاملين. وأكد شرفة تصدير برنامج خاص لرفع قدرات تخزين الحبوب وتثمين سلالة الدغمة. سادسا، توفير المرافقة الصحية للقطاع بالقيام بحملات التنقيع المجانية ضد الأمراض المتنقلة. سابعا، وضع برنامج خاص للمحافظة على نواة السلالة الحمراء النقية جينيا عن طريق إنتاج فحول منتقاة وتوزيعها على مربي هذه السلالة في مهدها أنعامة وسعيدة والبيض والتلمسان. ومن جهته، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على أن قطاع الفلاحة يعتبر قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني الذي تمثل فيه الصناعة الغذائية النسبة التي تمثل أقول فيه الصناعة الغذائية النسبة الأكبر، والتي تساهم ب 50% من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج قطاع المحروقات. ومن هذا المنطلق تعزيز التكامل والترابط بين قطاع الصناعة والفلاحة لا يمكن الفصل بين المنبع الفلاحي والمصب الصناعي لامون اغريكول لافال اندوستريال لتطوير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الفلاحية الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عليا، مما يسمح تسجيل وتحسين جودة المنتوجات.
وعن هدف الملتقى قال عون أنه يعود لاستقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية والصناعة الغذائية بولاية عامة لما تمتلكه من مؤهلات ووفرة في الأوعية العقارية. هذا الملتقى إلى استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية والصناعية الغذائية في ولاية النعامة لما تمتلكه من مؤهلات لا سيما وفرة الأوعية والعقار من العقار والذي له مساحات كبرى في الولاية لاستعمالها. سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من السنة الجارية 2024 بنسبة بلغت 3.4% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط تصدر تركيا قائمة أكبر الدول المستوردة. ووفقا ما رصدته بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، ارتفاع صادرات الغاز المسال الجزائري إلى 3.01 مليون طن خلال المدة من جانفييه ومارس 2024 مقابل 2.91 مليون طن من العام الماضي، مواصلة أوروبا تصدر قائمة أكبر الدول المستقبلة لهذه الشحنات من الجزائر. دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بنيروبي الكينية إلى إنشاء وكالة تنقيط إفريقية من أجل السماح للبلدان الإفريقية بالاستفادة من مزيد من التمويلات لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا خلال ندوة صحفية عقب الاختتام الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية أن مجلس المحافظين قد أكد اليوم على ضرورة إنشاء وكالة تنقيط إفريقية من أجل تقييم عادل وملائم للعمليات السيادية وغير السيادية في القارة. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا النوع من الهيئات ليست لمنافسة وكالات التنقيط الدولية، وإنما لإرساء ثقافة تصنيف جديدة تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص المختلفة للاقتصاديات الإفريقية. والآن مشاهدينا نمر في انفوجرافيا للتعرف على أسعار الخضر الفواكه وكذا المواد الفلاحية الأكثر استهلاكا في الجزائر، فلنتابع. إذن مشاهدينا كان هذا آخر تحديث لأسعار هذه المواد الفلاحية التي أقرتها كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمعية وزارة التجارة وترقية الصادرات. كذلك سنتعرف في هذه البطاقة على مؤشرات البترول الغاز والذهب عن اليوم الأحد الثاني جانفييه أو جوان أقول 2024، حيث بقي سعر البرميل الواحد صحاري بلاند محافظا على نفس السعر اليوم الثاني على توالي ليبلغ أو بالغا سعره 80.51 دولار أمريكي للبرميل الواحد، وبذلك محافظا على نفس نسبة الانخفاض والتي بلغت 1.24%. سعر الغاز الطبيعي هو الآخر بقي عند نفس المؤشر ونفس السعر والذي بلغ 2.587 دولار أمريكي، والتي بلغت كذلك هو الآخر نسبة الارتفاع 0.58%. الذهب عيار 24 هنا بالجزائر بلغ سعر الجرام الواحد 10101 دينار جزائري، ما يقابل 75.33 دولار أمريكي. إلى الجولة الثقافية مع إيمان بوشوشة بعد هذا الجينجل. صباحك ثقافة وفن أيمن.
صباح الخير زهراء، صباح الخير مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم في هذا الموجز الثقافي. بداية تنطلق اليوم الطبعة 55 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة، حيث كشف محافظ المهرجان محمد تاكيرات أن الطبعة تعرف مشاركة 26 فرقة مسرحية، منها 16 فرقة منافسة ضمن الصنفين، 4 فرق لمسرح الشارع و6 فرق كضيوف شرف. هذه الطبعة التي تحمل اسم أحد أعمدة المسرح المستغانمية الفنان المسرحي والسينمائي الجلالي بوجمعة سيكون بها 440 مشاركا يمثلون فرقا من داخل وخارج المنافسة وضيوف شرف. الغانمية غادي تكون يعني سنة استثنائية، معظمها يعني 75% شباب، 75% يعني فرق مسرحية جديدة، يعني يوجد مواهب، يعني كاين نجموا نوضعوا الثقة يعني في الشباب اللي راهو جاي للمستقبل، وإن شاء الله كاين فرق مسرحية متقاسمة على منافستين، يعني كاين مسابقة ألف مسابقة با، ويوجد 14 جائزة و26 فرقة يعني مشاركة في المهرجان 55 لمستغانم دورة الجلالي بوجمعة، وإن شاء الله نقول للجميع نقول لهم مرحبا بكم. والمهرجان الوطني لمسرح الهواة تاع مستغانم يعني ملك كل الهواة الجزائريين. شكرا لكم. تنظم وزارة الثقافة والفنون عبر الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي المعرض الوطني لكتاب الطفل تحت شعار كتابكم اليوم مستقبلهم غدا في الفترة الممتدة من 10 إلى غاية 15 جوان 2024 بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة. هذا وسيعرف برنامج المعرض الوطني لكتاب الطفل العديد من المحاور على غزة، منها فقرة المطالعة ثم المتحركة والحكايات وورشات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم تحت شعار أرسم جمال بلادي، وأيضا عروض حية لمسرح الطفل والواقع الافتراضي وورشات الروبوتيك والندوات الفكرية الخاصة بأدب الطفل. فتح النار الفنان القدير عبد النور شلوش على بعض المنتجين متهما إياهم بتغييبه عن الشاشة الجزائرية والسباق الرمضاني. هذا الاختيار ماهوش اختياري يعني، ولكن هي حرب ضدي يعني. السعودي لماذا؟ من وراء؟ من وراء؟ من وراء اشخاص. اكيد من الوسط الفني. الحمد لله ليس من طرف الممثلين على كل حال. كلهم لا بعض المنتجين. هذا ربما في بعض الأحيان توقع لك خلافات مع منتج فيحكم هذا على أساس. وفي ذات المناسبة فند الفنان القدير عبد النور شلوش إشاعة إصابته بمرض السرطان، مؤكدا في ميكروفون قناة الحياة أنه كان طريح الفراش في الأيام الماضية بسبب إصابته بكوفيد 19. لا هذه المرض هذه تاع خير تحتنا كذا مريض وكل شيء، هذه جديده ما عنديش مزال. انا كنت لاباس يعني، وانا لما دخلت للمستشفى باش ندير لابيوبسي هذيك اختبار يعني لا بروستات، دخلت عادي ما كنتش نحس بوجع وكل شيء، ولكن الطبيب من بعد طبيب صديقي قال لي لما دخلت للمستشفى اصبت بالكوفيد. قلت له كيفاه؟ قال لي لان الحمى اللي حكمتك والحالة اللي وقعت فيها ما يشتعل لابيوبسي الاختبار هذا، ما ادري والو الاختبار، ربما حمى خفيفة هكذا كل شيء وذا، هذا الكوفيد هو اللي طيحني فراش. يعني أنت تنفي أنك مصاب بهذا السرطان؟ لا أنا أنفي نفي تام. كشف الفنان حسن كشاش أن الدراما الجزائرية أخذت بعدا عربيا من خلال مشاركة الأعمال الجزائرية في كبريات المهرجانات العربية، مؤكدا أن الأساس في الإنتاجات هو الاستجابة لرغبة الجمهور. تعبر على أن الدراما عندها السنوات الأخيرة راهي نشيطة كما ونوعا، صداها قدر يوصل إلى أبعد من المنطقة يعني المغاربية، وصل إلى بعد عربي، وهذا يفسر ويعني مؤشر لأنه في حضور أسماء كبيرة موجودة عندها وحابة، كثير منهم يعني ضمن الشيء اللي قريناه في تصريحات أنه حابة تشارك في أعمال جزائرية، حابة تعمل أعمال مشتركة.
طبعا هذا كله يشجعنا لانه احنا طموحنا ان نمشي الى دراما تقدر تنافس، اولا تستجيب لرغب يعني اللي يبحث عنه الجمهور الجزائري من حيث النوع من حيث الكم ايضا، وان تحكي له على الواقع اللي بالاحرى الواقع ضمن كما تصوره الدراما. يعني يبقى احنا ما نتكلموا وثائق، نتكلموا عن قصص متخيله تكون قريبه وفيها لي زانغريديون تاع الاعمال الدراميه. اذا السوسي الاساسي الهم الاول كمنتجين ولا كفنانين ان نستجيب للجمهور تاعنا واش راهو يحوس، ولكن بنفس الوقت يكون عندك طموح انك تنتشر مغاربيا وعربيا. اليوم هذه كلها مؤشرات، هذا كفضاء ثقافي يهتم بالدراما الجزائرية أن يعود بعد السنوات الجنيك الذهبي مؤشر جيد، مؤشر إلى أنه حالة الإنتاجية راهي تسير في الطريق الصحيح. أبدت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أن إعجابها بالجزائر قائلة أنها تعتبرها بلدها الثاني، ومبدية أيضا إعجابها الكبير بطيبة الجمهور الجزائري والمناطق السياحية الساحرة بالجزائر. الجزائر لبنان الثاني، مش مثل ما منقول انه هيدا البلد بلد الثاني، فعلا وكل عالم جاي على الجزائر قبلي اللبنانيه وغيرهم بيعرفوا عن شو عم بحكي، وهلا عرفت عن شو جورج خيي كان عم بيحكي. كنت اقول له مثلا بروح على البلاد العربيه بحس حالي برات لبنان بعيده عن لبنان، فبيقول لي بدي اخذك عن الجزائر، فهلا فهمت شو يعني اجي على الجزائر. الطيبه، الشعب المضياف، الاكل الطيب، الفيوز، تقعدي بتشوفي طبيعه، بتشوفي شجر، بحر، فما حسيت حالي سافرت ابدا. أبداً، وأني فرانكوفون دونك كمان حتى باللغة أني تري بيان وكثير عملنا كوميونيكاسيون بتعقد. صرحت الفنانة الجزائرية سهى ولاء أن الأعمال الجزائرية تستخدم معايير عالمية وتستطيع منافسة الإنتاجات الدرامية التركية الكبرى. الجزائر ما تحتاج اي شيء باش يعني تروج الاعمال الدراميه باش تخرج للخارج، فقط يكون فيها دبلجه فقط، لانه احنا دوك رانا نخدموا بالمعايير العالميه، يعني اعمالنا ما شاء الله ومخرجينا ما شاء الله وممثلينا ما شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله حيكون فيه تسويق. المشكل هو التسويق، ولكن يكون فيه تسويق ولا غير اشياء كثيره راح تتحل، لانه الحمد لله عندنا يعني شابات وشبان ممثلين وممثلات يعني محترفين وشابين ونقدروا يعني نفسه حتى الدراما التركية. صرحت المنتجة سميرة حاج جيلاني صاحبة مؤسسة الجينيريكا الذهبي أنها تسعى للنهوض بالثقافة الجزائرية والصناعة السينماتوغرافية والسياحة الجزائرية أيضا. بعد غياب طويل رجع الجينيريك الذهبي. أنتم شفتوا يعني الحضور اللي كان حاضر، أولا كل الفنانين تقريبا كانوا موجودين حتى من الولايات جاوا وشرفونا. شفتوا الحضور السياسي، وهذا انا نقول انه جواب ان رئيس الجمهوريه شخصيا يتابع هذا الامور، لانه هو يؤمن بالفن ويؤمن بالثقافه ويؤمن بالسينما. ومن اول يوم يعني اللي تراس فيه الجزائر اول كلام قال اريد صناعه سينمائيه، ونحن رانا معاه ونقول له جنوده وراح نعمل، يعني لان حاليا تشوف دور الصوره في 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 بعث رساله الدوله او كل الدول درك هي القوى الناعمه. يعني ما بقاتش الدول تحارب ولا تحاربك. انت تصور لا كوري دو نور لي سيري تاعها موجودين في الولايات المتحده، تصور برك هذا الشيء. يعني درك كل الناس كل الدول كل يعني المقررين السياسيين فهموا دور الصوره ودور الفن، اولا دور الفن في التعريف بالاخر. ما نخليش انا الاخر ياخذ عليا نظره لما ندير مسلسل. بهذا الخبر مشاهدينا الاكارم نكون قد وصلنا الى نهايه الموجزيه الثقافيه. العوده اليك زهراء. شكرا ايمن على هذه الجوله الثقافيه. مشاهدينا بها نختم هذا الجزء ونقول لكم لنا عوده بعد هذا الفصل الاشهاري، ابقوا معنا. نرحب بكل من التحق بنا اللحظة. إذن تنطلق غدا امتحانات التعليم المتوسط في شتى ربوع الوطن، هذا الامتحان المصيري الذي تم التحضير له منذ انطلاق السنة الدراسية 2023-2024، والذي يعتبر والتحضير النفسي كذلك جزءا مهما من هذا الامتحان. نصائح لابد أن نعطيها كذلك للتلاميذ
التلاميذ ولأولياء التلاميذ. لهذا ربطنا الاتصال بدكتور محمد فرجاني، أخصائي نفساني وعيادي. صباح الخير. صباح الخير سيدتي وكامل متابعين القناة الحياة الوطنية. شكرا لك. إذن كسؤال أول، كيف يتم التحضير النفسي للامتحانات المصيرية عامة وخاصة التعليم المتوسط، ونحن نعلم أن التلاميذ في مرحلة حساسة وهي المراهقة؟ نعم، هنا للتحضير النفسي هو دائما أن تقوم أول تحضير يكون من طرف الأسرة أو العائلة اللي تمثل السند، من خلال أنه يتفهموا الطفل، يتفهموا سلوكاته، خصوصا أنه يوفروا له الأجواء المناسبة خصوصا الأيام الأخيرة الأسبوع الأخير. مثلا الأولياء يطيبوا طيب صحي، يعني يديروا كأنه يكبروا بهم، يعني يفرحوهم، يطلعوا من معنوياتهم، يدهم يحوسوا، يخرجوهم، يتنفسوا الهواء نقي، لأنه باش يخلي انه باش يخلوا الطاقه تكون عندهم طاقه ايجابيه مش سلبيه، لانه احنا نعرفوا انه يكونوا يقراوا ويراجعوا ويدروا عليهم التعب والعياء، اكيد انه باش يكافئوا باش ينسوا هذاك العياء بطريقه غير مباشره، لانه الخطا في الاسر ينصحوا بزاف، لازم تجيب معدل كبير، ولازم انت، ولازم يفوتك فلان، وانت ماشي تقرا، وانت تقدر راقد، وانت تقدر تفرج، يعني احنا نخلوا الاسره ما يزيدوش عليهم، بالعكس ينقصوا عليهم، لانه كاين غالبيه اخطاء من طرف الاولياء انه يلوموا بزاف على اولادهم وينصحوهم بزاف. صحيح، حتى سيد فرجاني، حتى هناك من الاولياء من يرتبكون اكثر من ابنائهم، يعني ويوصلوا لهم هذا الارتباك سيد فرجاني. هذا المشكل في هذا هو اللي انا حبيت نركز فيه سيدتي الكريمه، هو نقول انه دائما الاولياء هما السبب في تاع اولادهم، لانه الطفل كيكون الاب يخاف بزاف ولا الام يركبوا ذاك الخوف، ما يسمى بالطفل العرض، معناتها لي سيمبتوم بالفرنسيين نقولوا يعني لونفون سيمبتوم، بمعنى انه الطفل عرض انه يرفد العادات من ماليه، يعني يشوفهم خايفين يولي يخوف كما هما، يشوفهم مقلقين يتقلق، لا يمت كانت مقلقه ولا البابات، اكيد ان الطفل راح يرفد عليهم يولي مقلق ثاني وخايف كما هما. زيد اذا كان الاولياء يبكوا زعما خايفين يكبروا في ذا الموضوع، الطفل ثاني راح يكبر الموضوع في راسه ويولي اثناء الامتحانات يبكي وخايف. انا اقول لهم انه احضنوا اولادكم، قصروا معاهم كما قلت قبيله، خرجوهم، ما تظلوش تنصحوا فوق الحد، وانما اولادكم شجعوهم، قول لهم انت تعرف انت تقدر، يعني الكلمات الطيبه، الكلمات اللي تبث فيهم الامل، ماشي اللي تفشلهم وتعبهم. يعني كيف يمتص هذا الخوف، كيف نمتص هذا الخوف سواء وجدناه عند التلميذ او عند الولي؟ يعني اذا الولي كان خائف، كيفاش يمتص هذا الخوف ديالو او العكس؟ نعم، كيف نمتص هذا القلق؟ نمتص هذا القلق من خلال كما قلت لك انه الانسان يبدل الموضوع، ما يبقاش يهضر غير على القرايه القرايه، انه يقسموا مواضيع، يشجعوا مثلا في الدار، يروحوا مثلا يفطروا مع بعض برا خارج المنزل، مثلا كي يروحوا يحوسوا بلاصه غابه فيها الهواء نقي، يكشوا يبدلوا المواضيع واحد اخر، يعني يشجعوه باللي انت انسان طيب، من تقدر، يعني انت توصل، يعني كل يعني الجانب او التحفيزي اللي راح يكون يلعب دور، خصوصا احنا نعرفوا المراهقه انه ما يحبوش الانسان اللي يحبس له في كلمته ولا يكسر له كلمته ولا يجي ضده ولا ينصحه بزاف. احنا نقول لهم في عوض ما تنصحوهم بزاف كسبوهم، كي يكونوا برا، كي يخرجوا يحوسوا، كي يجوا يرقدوا، اعطوا لهم كلام الشباب يرقدوا عليه، مثلا يقولوا انت تقدر وليدي، انت تعرف، انت بنتي تقدري. يعني سيد فرجاني، هذا واش لازم في اليوم الاخير قبل اجتياز هذا الامتحان المصيري، انه يكون فيه تشجيعات نفسيه، يكون فيه ترفيه، ما يكونش فيه يعني 100% دراسه، هكذا مراجعه ربما حتكون خفيفه، هذا واش نفهم من كلامك؟ خطا هنا يجونا في العياده يقول لك باللي وليدي مازال يدير في ليتيود ولا يدير لي كور كما احنا نقولوا بالعاميه نتاعنا، يعني يدرس خصوصيه، وهذا خطا لا يغتفر، لانه الطفل عنده لاشار، عنده ضغط، هذاك النهار الثالث يفرغ له هذاك الضغط، روح دي يخرج حوس يدور يشم هو نقى يشري له مش عارف واش يدير، يشري حوايج يبدل، يحس باللي وكاينه قيمه، يعني ماشي معناته يحس باللي من ضغط للضغط، وكانه شو لو راح للمغسله هو عباره عن امتحان بسيط، لازم نبسطوا له، مش معناته نفهموه، مش معناته الامتحان، الامتحان معناته واش قريت تلقى، معناتها ماشي نقول له يا وليدي لازم تقرا ما ترقدش اليوم نهار كامل وبلا ترقد يفوتوك، بالعكس انا نقول له هذا النهار ما يقراش فيه، اليوم الاخير يخلوه ما يقراش فيهم،
ادهم حوسوا بهم، خرجوهم، قصروا معاهم، خلهم يرسموا، يعبروا، يتفرجوا، ياكلوا، منش عارف. المهم بعدهم على الضغوطات اللي لازم يكونوش فيها، خصوصا انه من الاخطاء الشائعه انه اليوم التوالي يديروا مراجعه لكل المواد. ما تجيبوش يقدر يطول في كامل في وقت واحد مصباح لليل. وصلت الرساله سيدي. يقضوا الجريد ويشرب ما. نعم. انه بده يوازنهم في البرنامج الغذائي، ما يطلبوش حاجه بارده بزاف باش ما يقضوش الجريد والحمام، ما يطلبوش حاجه مثلا قديمه ضربه فيها الشمس. يعني راح يكون متابعه صحيه ونفسيه في نفس الوقت. سيد محمد فرجاني، شكرا لك على كل هذه النصائح وهذه المعلومات. نحن نتمنى التوفيق لكل التلاميذ الذين سيجتازون غدا نقول امتحان المصيري، امتحان التعليم المتوسط. واكيد انه من بين الاشياء اللي لازم يتفاداها هو الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، نواصل معكم الأولوية للحدث. نذهب لمتابعة كلمة وزيرة البيئة الوطنية. السيد ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، السيد ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد ممثل المجلس الأعلى للشباب، السيدات والسادة الإطارات الدولة كل باسمه ومقامه، بناتي وأبنائي التلاميذ المشاركين في هذه المسابقة، الأسرة الإعلامية، ضيوفنا الحضور الأكارم كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، مواصلة لفعاليات الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة المصادف لخمسة جوان من كل عام، والذي سطر الضوء لهذه السنة الجارية على إصلاح الأراضي والتصحر ومقاومة الجفاف، حيث اعتمدت الجزائر كشعار لها السد الأخضر، إصلاح للأرض وحماية للبيئة وضمان للأمن الغذائي. فإن دائرتنا الوزارية لم تدخر أي جهد من أجل التجسيد الفعلي لبرنامجها المسطر لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، لا سيما الشق المتعلق بالتحسيس والتوعية والتربية البيئية، والسهر على تحقيق أهدافه، وذلك باغتنام كل الفرص المتاحة التي تسمح بإدماج مساهمة كافة الفاعلين من مختلف شرائح المجتمع للرقي بالوعي البيئي لدى المواطن، وكذا تعزيز ودعم أنشطة التثقيف البيئي في جميع أنحاء التراب الوطني دون استثناء، من خلال دور البيئة للولايات التابعة للمعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية التابع لدائرتنا الوزارية، والذي يقوم سنويا بإعداد وتنفيذ برنامج للتحسيس والتربية البيئية خاص بالنوادي البيئية التي نصبت على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، حيث بلغ عددها إلى يومنا هذا 12,062 ناديا، جهز منه 2,500 واستفاد 29,000 منشطا به من دورات تدريبية في التربية البيئية. وكما أعلن من هذا المنبر أنه سيتم تجهيز النوادي البيئية المتبقية خلال إن شاء الله هذه السنة. يسرني سيداتي سادتي، يسرني ويسعدني تواجدي اليوم بينكم لأشارككم حفل توزيع الجوائز
للفائزين بالمسابقة الوطنية حول الأثر الأخضر Scratch for Green Impact، الهادف إلى تلقين فئة من الشباب والأطفال لغة البرمجة في معالجة وتوثيق مختلف المواضيع البيئية كالمحافظة على الماء والطاقة وكذلك محاربة البلاستيك ذات الاستعمال الوحيد. وهو من بين الأهداف الذي سطرته دائرتنا الوزارية التي تعمل على تشجيع وتكثيف مثل هكذا مبادرات لرفع الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة وإيقاظ وتنمية الحس البيئي لديهم وإرشادهم إلى تبني سلوكات مؤيدة للبيئة وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي على مستوى المدارس والجامعات والمؤسسات التكوينية وجعلهم يشاركون تلقائيا وبشكل مستدام في العمل البيئي. سيداتي سادتي، إن تنظيم هذه المسابقة التي حظيت برعاية من وزارة البيئة والطاقات المتجددة من طرف المؤسسة الناشئة Green Tech Innovation، حيث تشجع دائرتنا الوزارية ترقية المسؤولية البيئية والمقاولتية وتقوم بالمرافقة والتأطير من خلال العمل التنسيقي مع مصالحنا ومؤسساتنا تحت الوصاية. وهنا يدخل دور المعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية الذي تسعى دائرتنا الوزارية من خلال ملحقاته المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن إلى نشر وتعميم الثقافة والوعي البيئيين في مختلف الميادين والمجالات من خلال مهامه التي تتمثل في التحسيس والتربية البيئية، حيث يولي معهدنا الوطني اهتماماً خاصاً بفئتي الأطفال والشباب من خلال العمل على ترسيخ ثقافة حماية البيئة في أذهانهم منذ النشأ حتى يستوعبوا المفاهيم البيئية الصحيحة التي تجعلهم يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه البيئة ويتفاعلون تلقائياً أو جماعات لتحقيق التنمية المستدامة. سيداتي سادتي، إن الرقمنة موضوع الساعة بامتياز كونها تلعب دوراً أساسياً وحيوياً في تسيير شؤون حياتنا اليومية، مما يجعل استعمالها في شتى المجالات الاقتصادية منها والاجتماعية وكذا البيئية أمراً ضرورياً. وهذا ما تسعى الدولة الجزائرية إلى تجسيده وتعميمه لتقديم خدمات أفضل تعزز من فرص التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي الذي سيساعد لا محالة للوصول إلى المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتستخدم فيه التكنولوجيا لتحسين إدارة الموارد الطبيعية كإدارة المياه وتعزيز الابتكار في الطاقة المتجددة والإنتاج المستدام. كما سعت الجزائر جاهدة إلى تحيين ترسانة قانونية وتشريعية لتكريس الرقمنة على أرض الواقع تخدم التراث الثقافي الطبيعي والبيئي من التلف بفتح المجال واسعا نحو رؤى معاصرة وتبني أساليب حديثة ومستدامة. إن للتحول الرقمي الذي من شأنه أن يحسن من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويقلل من التلوث يلعب دورا بارزا في تطوير البنية التحتية الذكية مثل المدن الذكية والنقل الذكي، حيث
أن للأدوات الرقمية مثل الشبكات الذكية وأنظمة إدارات الخدمات اللوجستيكية دور في التقليل من هدر الطاقة وتبسيط سلاسل التوريد وتحسين استخدامها بكفاءة عالية وبطريقة مقننة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. سيداتي سادتي بناتي وأبنائي، يطيب لي أن أشارككم اليوم فعاليات اختتام هذه المسابقة الوطنية التي تعد الأولى من نوعها، حيث جمعت بين كل من التربية البيئية، الرقمنة، ولغة البرمجة، لأؤكد على مدى تشجيعنا إلى مثل هذه المسابقات التي تحفز أبناءنا للولوج إلى عالم الرقمنة والتكنولوجيا من جهة، وتساهم في توعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة من جهة أخرى. إن الفيديوهات التي سنشاهدها والتي يترجم محتواها الأفكار الإبداعية لمنجزيها تعتبر أيضاً أداة تستخدم في عملية التوعية والتحسيس من أجل تنمية الحس البيئي لدى أطفالنا وإرشادهم إلى تبني سلوكيات يومية روتينية للمحافظة على البيئة. وختاماً أهنئ جميع الفائزين في هذه المسابقة المميزة، فتهانينا الحارة لكم على جهودكم وإبداعاتكم التي أسهمت في رقمة الأدوات في رقمنة الأدوات البيداغوجية البيئية، متمنين لكم مستقبلاً مشرفاً مليئاً بالإبداع والنجاح في سبيل بناء عالم أفضل. تابعتم مشاهدينا كلمة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب لدى إشرافها على حفل تكريم الفائزين في مسابقة سكراتش فور جرين امباكت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة المصادف للخامس جوان من كل سنة، وذلك على مستوى فندق أزاد بزردة بالجزائر العاصمة. مشاهدينا، نحن وصلنا إلى نهاية هذا العدد من البرنامج، شكرا على حسني وطيبي الإصغاء والمتابعة، نلتقي بكم غدا، السلام عليكم.